فهنا ننتظر انطلاقة وتحديات هذا الشوط الخاص لفئة الإبكار، والذي أعلن تحديه وأعلن هناك الانطلاقة من لجنة الانطلاقة مباشرة. أذهب للضبي الذي هناك الحمدي بن العبد بن محمد الوهيبي، أو الذي تواجد على المركز الأول أو المركز الثاني. التواجد هناك والتواجد في هناك مخايل لحمد بن سالم بن علي الغفيلي من على المركز الثاني والمركز الثالث، وهناك غير مدون كشف البيانات رجاء مراجعة برج عند خط النهاية لتدوين الاسم الثلاثي والقبيلة لإصدار الشيك إذا دخلت في العشر. وهناك هذه هي بكرة الشامسي محمد بن سلطان الشامسي راعية الأرضية وراعية الميدان التي وصلت هناك إلى المركز الشواهين لسعيد محمد بن سلطان الشامسي. أما المركز الرابع اللي هي الغير مدونة في كشف البيانات، والمركز الخامس خامس المراكز اللي هي الشاهينية لأحمد بن سالم بن مبروك القنوبي، وصل القنوبي، ووصول الآخر هنا من المجدية لأحمد بن محمد بن سالم المبيحسي في هذه اللحظات، وكذلك القدوم هنا والوصول الآخر. شوف الضفرة لمحمد بن حمود بن علي المالكي، وصل المالكي، ولكن شوفوا التحديات وشوفوا القدوم. يا سلام، كل ما نذيع اسمه وصلنا اسم آخر. الشاهنية لمنصور بن علي بن سعيد الغفيري، وصل أبو محمد ووصل أهالي المشرف، ولكن الأهل الأبيض، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة مع هذه الأشواط، أشواط الحماس، وهذه المكرمة، وهذه الجوائز والبطائق التأهيل الذي كل يشارك فيها طمع الفوز والانتصار للمرور إلى كاس مولاي حفظه الله ورعاه. هناك ختام الختاميات بهذه الأشواط الذي بتكون في نهاية الموسم. يا سلام، مع هذه الأجواء الممطرة والأجواء الجميلة على أرضية ميدان صحار بشمال الباطنة. الله الله الله، الضبي على الصدارة الحميدي بن العبد بن محمد الوهيبي. الحميدي من قدم لنا الضبي، ولكن شواهين الضبي، ولكن هناك شواهين لسعيد بن محمد بن سلطان الشامسي راعية الأرضية التي تكافح على الصدارة. المركز الثالث والقدوم من الماجدية أحمد بن محمد بن سالم المبيحسي، وصل مع الماجدية ونقدم هذه الاسم الكبير. ولكن المركز الرابع، رابع المراكز الشاهينية لمنصور بن علي بن سعيد الغفيلي. أبو محمد وينك؟ ربت عن الساحة، ولكن عودة حميدة. الله الله الله، المركز الخامس خامس المراكز الضفرة محمد بن حمود بن علي المالكي، والمركز السادس الشاهينية لشهاب بن محمد بن علي اليحافي، وصل شهاب مع المركز السادس. المركز السابع سابع المراكز التي هناك مشهورة راشد بن سالم بن سليم الزرعي، وصل الزرعي، وصلت المجهولة، وصلت المجهولة هناك كذلك، ودخول جديد في عالم الإذاعة الشاهينية لسعيد بن حميد بن محمد اليحافي. وصل أبو مهنا أحد العمالقة والكبار، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى الكيلومتر الأخير، والتي هناك من على الصدارة الضبي، ضبي الفلا للحميدي بن العبد بن محمد الوهيبي، من يقدم لنا الضبي على أشواط الضبا، أشواط البطائق التأهيل الذي الكل يحاول بهذه البطاقة، بطاقة غالية. ولكن شوف الجماعة قادمين، الكل واصل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أروح يا سلام، راحت 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 اللي هي مشهورة راشد بن سالم بن سليم الزرعي، راح الزرعي، الملاحقة كذلك هناك من الظفرة محمد بن حمود المالكي، الأمتار الأخيرة، الأمتار الحاسمة، قادم منصور هناك، الشاهينية منصور بن علي بن سعيد الغفيري، ولكن العودة هنا مع الصدارة. يا سلام، حرك اللي تبى تحرك، أمامك بطاقة، أمامك المرور إلى التتويج. الله 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 الله، شوف يا سلام، الظفرة الظفرة الظفرة، محمد بن حمود بن علي المالكي من غيرت، ولكن من القادم القادم، ولكن الظفرة، الشوط مع الظفرة، الظفرة يا سلام، الظفرة والأمتار الأخيرة، الظفرة والمالكي، الظفرة يا سلام، شوفوا قوة هذا الشوط، الظفرة 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 الذي كانت هناك لمحمد بن حمود المالكي، والمركز الثاني الذي كانت الشاهينية لشهاب بن حمد بن علي اليحافي، والمركز الثالث وكانت هناك لسعيد بن حميد اليحافي. هكذا كان التحدي، هكذا كان الإبداع، هكذا كان حماسي هذا الشوط كل